نقل إبراهيم عيسى إلى المستشفى بعد حادث مفاجئ أثناء التصوير. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى لحادث بعد سقوط لوكيشن الاستديو خلال تصويره حلقة بإحدى القنوات حضور الباحث الإسلامي ماهر فرغلي، بينما أصيب المصور وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وكتب ماهر فرغلي عبر حسابه موقع فيسبوك: نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت. بعد أن وقع لوكيشن التصوير وأصابت مصور ونقله إلى المستشفى والحمد لله. شكرا لكم متابعين قناة ترند، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.